جماعة هي اتحملت هي على العربية، تمام، اللي هي كانت الأوضة اللي كانت هنا أنا فكيتها خلاص، اللي هي دي، تمام، اللي زي دي أختي دي بالظبط، هي اتحملت هي على العربية وهتطلع بقى على البيت هوريها لكم لحد لما تتنسب. ازيكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى انا جايه عند احمد برضو، موبايليات الريتاج، تمام، هنقول لكم العنوان ورقم التليفون وكل حاجه. انا جايه النهارده لان بجد هم عندهم مصداقيه حلوه قوي. انا خدت منهم الانتريه، تمام، وقررت ان انا اخد غرفه الاطفال برضو قبل العيد. فبصراحه يعني احمد عمل معايا واجب جامد قوي قوي، ساب العيال نايمين على الارض 15 يوم بس بجد عشان يجيب لي حاجه كويسه. الاول قبل ما اوريكم الاوضه اللي هاخدها وقبل اي حاجه عايزه اوريكم الاول، انتوا سالتوني على الركنات اسعارها ايه واسعار اوض الاطفال ايه. عايزه اقول لكم ان انا جايبه لكم ديل حلو قوي 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 قوي. تعالوا نشوف كده مع بعض. الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. منور الدنيا. الحمد لله. كل سنه وانت طيب. بالصحه والسلامه، كلهم طالعين بخير. ربنا يخليك. اول حاجه عايزين نعرف العنوان ورقم التليفون اول حاجه كده. السيده زينب، شارع بورسعيد بجوار مستشفى احمد ماهر، اللي هيوصل هناك بس يتصل بيا. وانا ثبت الكارت عشان ياخدوا سكرين شوت. تمام. تمام. يوصل عند احمد ماهر ويتصل بيك عند مستشفى احمد ماهر من السيده زينب. وانا اللي هجيله بنفسي وهديله الكارت بتاعه عشان هياخد عروض وتخفيضات. تمام. تمام؟ الوقت عندنا قول رقم التليفون انت بقى ببقك كده. 010-618-23778. تمام. دلوقتي بقى يا جماعه احنا بصراحه اتفقت انا واحمد ان احنا نعمل عرض حلو قوي للناس اللي سالت على الركنات. تمام. وسالت على اوض الاطفال. بصوا بقى مفيش بيتهيألي اشيك من دي ركنه. تمام. بصوا جميع الالوان في كل اللون اللي انت تحبيه. اي لون منها. حضرتك التشمير بتاعه. تمام. دي يا جماعه بقى عليها عرض جامد جدا جدا. طيب دي اهم حاجه عايزين نعرف خشبها ايه الاول قبل ما نتكلم. ده كل دوت زان احمر. زان احمر. السفنج سوفت. والسفنج بتاعها ضغط كمان. بص كده وريهم كده السفنج بتاعها اهو ضغط اهو. دي يا جماعه هو بيبيعها، دي معموله زي ما تقولي عموله كده، دي بيبيعها هو ب 5000 ونص. صح كده؟ دي بيبيعها ليه حرف ال ال دي ب 5000 ونص، هتبقى لمتابعين جيجي ب 3 ونص. ايوه ب 3 ونص بس يا جماعه. والكارت اهو، الكارت اهو، هتتصلوا على الرقم عشان تاخدوا الكارت، مكتوب عليه من ورا بيبقى مكتوب عليه خصم 2000 جنيه لكل متابعين جيجي، هتاخديها ب 3 ونص. اللي عايز بقى يجيب معاه نجار والسفنج تحفه، 3 ونص، ما تجيش تمن قماش، ما تجيش تمن اي حاجه، حلوه قوي. هنشوف منها كذا موديل واللون اللي انت تختاريه هو اللي انت هتاخديه. اقول يا احمد انا اتفقت معاك ناخدها بكام؟ ب 3 ونص باذن الله بعد الفصل. بدل 5 ونص 3 ونص. تمام. بعد الفصل. بس يسألوا على الكارت. على الكارت أهم حاجة، هو الكارت ده هو اللي هيمشيلهم أي حاجة. تمام. وعندي كمان غرف نوم للي يعني إيه؟ محدود شوية للمحدود. الناس. وهعمل لهم عليها عرض ال 2000 جنيه كمان. غرف النوم هي يا فندم، صوريها برضه عشان تعرف. دي عليها خاص. غرف النوم دي عليها خاص. دي بني مط. أيوه مط فلامية، وده كونتر. للي يعني إيه؟ ده ممكن أعمل له عرض ب 16000 جنيه، انا كنت عامله قبل كده ولغيناه. 16000 ايه وايه وايه بقى؟ غرفة نوم وانتريه وغرفة اطفال وركنة. أربع حاجات؟ أربع حاجات ب 16000 جنيه. نقولهم تاني؟ لو مش عايز الركنة أو مش عايز الانتريه ياخد سفرة؟ سفرة عناية حاضر. ونيش؟ وده عرض، لا سفرة بس من غير نيش. لا اللي عايز مثلا نيش ومش عايز سفرة عادي؟ عادي ياخد النيش بدل الركنة؟ أيوه ياخد النيش أو السفرة بدل الركنة. النيش أو السفرة بدل الركنة، صح كده؟ في انتريه، هنتورينا الانتريه. اوضة نوم وانتريه، اوضة نوم وانتريه، زي ما قلت لحضرتك هو الشغل اهو. ودي؟ كل الشغل اهو. اللي عايز برضو ابيض اهو. ايوه في جميع الالوان. طب اللي عايز الاوضه بس يعني بكام؟ اللي عايز الاوضه بس وعليها الخصم ال 2000 جنيه. اللي عايز الاوضه بس بدل 8 ونص هنمشيها 6 ونص. الاوضه ب 6 ونص. ب 6 ونص زائد التوصيل زائد التركيب زائد المولد بكل حاجه، هيدفع هنا 6 ونص ويستلم في بيتهم هناك. يعني ياخد غرفه غرفه الكبار دي، غرفه عروس وعروسه، ب 6 ونص جاي تستلمها في بيته هناك بدل 8 ونص. صح كده؟ وده الاسود بتاعها المط، وده برده معاها. اي غرفه. بصوا يا جماعه اي غرفه من دول، واهو وزي اهوت جميع الاشكال. بص يعني مش ربط حاجه واحده، وخشبها وسط. كنتر وسط. كونتر وسط. الشغل الزاني. لا ده حاجه وده حاجه طبعا، بس احنا بنقول للناس يعني بدل معلش ما هنجيب اوضه ب 17000 في العرض. أيوة. في ممكن لو معايا 6000 هجيب اوضه. هجيب اوضه. صح كده؟ تمام. والعرض اللي هو ب 16 معاكي ركنه، ومعاكي اوضه نوم، ومعاكي انتريه، ومعاكي نيش يا سفره. صح كده؟
تمام يا جماعة. وده برضو، ودي بقى ركنة تانية اهي، كشميرة اهي، دي المفروض حرف ال برضو، بس هي عشان حطيناها جنب بعض. ولسه في واحدة تاني بموديل تاني، دي برضو بتلاتة ونص يا جماعة. والغرف اهي برضو، والغرف اهي اللي هي اللي قال عليها، اللي هي هتبقى 6 ونص اهي، زائد التركيب زائد المله زائد كل حاجه، صح كده. ودي ابيض اهي الناس اللي عايزه ابيض. والحاجه هي يا جماعه على برضو الناس اللي، وده السرير شكل السرير اهو، سرير 150 ولا 160؟ 150. الحاجه هي يا جماعه ب 6 ونص، والتركيب والملل. تمام. لغايه ما استلمها في البيت عنده ما حدش هيقول له قد جنيه. تمام. عشان ما حدش يقول له لا الملل مش عليك انت، لا التوصيل اتفق مع السواق. لا. انا العروض بتاعت الريتاش بطلعها كده بكارت. ربنا يبارك لك يا رب. نقول كده السعر بتاع تاني يا احمد. العرض. الرقم. العرض الرقم التليفون 010-618-23778. تمام. ده برضو عرض حلو قوي، هوريكم بقى الركنه الثالثه. تعالوا نروح نشوفها ونشوف كمان غرف الاطفال. الركنه الثالثه اهي بموديل تاني. تمام اهي شكلها اهو، برضو الخشب. قول لهم على الخشب يا احمد، كل حاجه 3 ونص يا احمد، ولو عايزه تغير اللون بتغيره، صح كده. تمام تمام. وريهم بقى الانتريه اللي هو برضو اللي انت بتقول عليه، اللي هو جوه العرض ده. دي الانتريه اللي هو جوه العرض ابو 16. هات الناحيه الثانيه اللي هو في العرض ابو 16، هناك الناحيه الثانيه، هناك الناحيه الثانيه نشوفه برضو. ماشي. وده بقى اللي هو الاوض الفخمه ده، نص دوت ب 8 ونص، وعليه الخصم، الخصم 2000 جنيه بقى ب 6 ونص. مظبوط. تمام اهو. تمام. دي كده اوض النوم، ودي اوضه اللي انا اخترتها. تمام اهي، هتتفك دلوقتي وهنشوفها مع بعض وهي بتتحمل. الاوضه دي بقى يا احمد اللي عايز اوضه بس كده بكام؟ دي يا فندم بدل 8 ونص، دي بدل 8 ونص هنعمل عليها خصم 2000 جنيه، تبقى 6 ونص. 6 ونص. خشبها ايه يا احمد؟ احمر وشريط. دي هتبقى عندي في البيت. ايوه فيها شغل عالي دوت يا فندم. دي بقى معاها ايه وايه وايه؟ قول لهم بقى. دولاب 150. تمام. وكلوزيو برواز واثنين سجاد. طيب اللي عايز بقى، اللي عايز ثلاثه، ثلاثه ضرفه. يعني قول لهم بقى ده عليه. تسريحه كبيره كرواس وكومودينو وسريرين، دي عامله 9 ونص. 9 ونص بعد الخصم وبعد كل حاجه. بعد الخصم ال 2000 جنيه بالتوصيل بكل حاجه. بعد الخصم. ودي هديتنا احنا للمتابعين بتوعنا. تمام. بالغرف اللي هي الثلاثه ضرفه دي ال 2 متر الكبيره، متسريحه وكومودينو وسريرين. ب 9 ونص بالمولل بالتركيب بالتوصيل. تمام. دي كده الالوان بتاعتها اهي والموديلات. ودي حاجه تانية، دي حاجه تانية. دولابها هناك اهو، بصوا دولابها هناك اهو اهو. تمام كده اهو. تمام. تعالوا بقى نشوف كده الغرف بتاع اوض بقى النوم والاطفال. بص بقى احنا عايزين بقى ال ده قسم الغرف فيه اعلى شويه. تمام. ده الغرف ده بقى مش في عرض. لا لا ده. طب دي لوحده بقى بكام يعني؟ ده الغرفه عامله 18 ونص. 18 ونص. ودي برده 18 ونص. ماشي. دي بقى اعلى شويه. دي برده ب 18. دي عامله 18 ونص. تمام. ودي نفس هو كل السيستم هنا 18 ونص، كله 18 ونص. ده بقى 18 ونص ده. برضه بيتنا عليه مولل. طب والكارت؟ والكارت برضه مهم جدا. الكارت بقى يعني ده هيبقى بكام؟ ده 18 ونص بالكارت. بالكارت بقى ده اللي هيبقى ياخد التوصيل والتركيب والمولل. تمام. الكارت ده هيبقى عليه التوصيل والتركيب والمولل. قول لهم بقى ايه اللي يفرق؟ ليه ده يزيد 2000؟ يعني هو في قلنا زياده، كل ده شغل زان اتقل. ده اللي هيفرق بس يعني. انما من جوه افتح كده من جوه التشطيب. هو التشطيب ولا ده اعلى شويه؟ لا 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 بص حضرتك، الزان هنا اكتر شويه، الزان محمل اكتر. ايوه صح كده، اكتر شويه. التقسيمه من جوه هنا شويه. تمام. تعالوا بقى نشوف العروض بقى اللي هو عاملها بتاعت العيد برضو تاني عشان ناكد عليها. بصوا انا عايزه اقول لكم ان احمد هيعمل فيديو تاني جديد ان شاء الله باذن الله. استنوه على الصفحه بتاعته واستنوه على القناه بتاعتي. القناه برضو عندنا. احنا عاملين حفله. طبعا احنا عاملين حفله يا جماعه، حفله النص مليون. فان شاء الله باذن الله برضو هيبقى على القناه. الناس اللي متابعه معانا على قناه مطبخ جيجي على قد ايدي هتلاقوا برضو العروض موجوده. العرض يا جماعه بقى اللي هو هيبقى بدل بعد العيد. عايزين برضو تفاعل كتير ولايكات على الصفحه. بقى اللي عنده الصفحه اللي عنده اسمها غرف نوم وانترهات ترويجي للشد العميل.
ببلاش. ايوه هتخش جوه الصفحه تلاقي موبيليات الريتيل. تمام تمام. تعالوا بقى ورينا كده لمحه عن الغرف اللي هي تاني، ناكد على الناس الحاجات الجديده اللي لسه نازله. العروض بقى اللي موجوده الثانيه برده عشان تبقى لمه برده في الفيديو، وفي عروض ثانيه لسه هتنزل بعد العيد، الناس اللي هتجوز بعد العيد برده موجوده. ومعانا احمد اهو، وهاتي معاكي نجار. شايفين بقى الحاجات اللي نازله الجديده الحلوه دي؟ بصوا الشغل دوت مش عند اي حد، زي ما قلنا في البث المباشر من شويه، الشغل دوت اللي هيجيبه من بره خفيف، هو يشوف الشكل يقول هو هو، لكن كنجاره وكل حاجه مختلفه خالص. تمام. والحمد لله الحمد لله احنا بنبيع باسعار مميزه. بقول لك ايه، قول لهم بقى كده على طول. طيب. العرض ده بكام؟ العرض دوت زي ما قلنا كله ب 34. مكون من ايه؟ مكون من غرفه نوم، غرفه اطفال، انتريه، سفره، ونيش. تمام. توصيل وتركيب وملا. تمام. والهديه بتاعت الريتاش دي بمناسبه العيد. بمناسبه العيد الكارت بتاع الريتاش اللي هياخد عليه هديه هياخد مرتبه هديه. تمام. مرتبه السرير الكبير. مرتبه السرير الكبير بس. تمام تمام. العروض بقى نشوف بقى الحاجات الجديده. ده كده من الحاجات الجديده. الحاجات الجديده تاني. طب لو اللي عايز بقى اوضه لوحديها بس يا احمد. اللي عايز اوضه بس من بره بقى العرض، مش عايز بقى لا سفره ولا عايز انتريه ولا عايز الحاجات دي كلها. تمام. عايز الاوضه بس. الاوضه بس عامله 18 ونص. تمام 18 ونص. وفي كارت. فين الكارت؟ فين الكارت؟ انت هتضحك عليا ولا ايه؟ هات لي الكارت. الكارت ده الكارت ده بقى فيه ايه؟ في خصم 2000 جنيه. يعني هتبقى بكام؟ هتبقى ب 16 ونص. سامعين يا جماعه؟ هتبقى بكام يا احمد؟ هتبقى ب 16 ونص. هتبقى ب 16 ونص بدل 18 ونص. اي اوضه تعجبك، حتى اللي بره دي لو عجبتك خديها. اي اوضه تعجبك. تمام. الحاجات الجديده اللي لسه نازله اهي زي ما انتم شايفين. اي اوضه اسالي بس على الكارت، قول لهم كده العنوان يا احمد، وقول لهم العنوان. العنوان في السيده زينب عند مستشفى احمد ماهر. رني بس عليهم وهم هيبعتوا لك حد ياخدك ويديك الكارت. اهم حاجه اسالوا على الكارت، بجد بجد مهم. والله العظيم بامانه ربنا الخشب حلو قوي قوي قوي. انا جايه النهارده اخد اوضه النوم لان الانتريه بجد عجبني قوي قوي. جايبه اخد اوضه نوم الاطفال، وده برده موديل تاني اهو زي ما انتم شايفين. في موديلات تاني، يبقى انا سبته بره. هوريكم الكارت. الكارت يا جماعه الكارت بتاعه مكتوب عليه الخصم 2000 جنيه. بصوا ده برده بالرخام، دي اللي هي في الوش صح كده؟ دي اللي هي الدولاب اهو، والسرير ده جلد مقلوب بتاعها اهو. شايفين كمان التسريحه بالرخام حلوه قوي قوي. والحاجات الجديده اهي، دي الحاجات من الحاجات الجديده. دي اسمها غرفه الملكه صح كده؟ ودي برده حاجه جديده. ده احنا شفناه المره اللي فاتت. ده حاجات جديده، ده جوه كده زي خزنه. تمام. احنا كنا عاملين بس مباشر على القناه، على قناتنا مطبخ جيجي على قد ايدي. هتشوفي برده في حاجات حلوه قوي. اي حاجه بقى من اللي انت بتشوفيها دي، اي حاجه من اللي انت بتشوفيها دي عليها خصم ال 2000 جنيه بدل 18 ونص. الحاجات دي خشب زان احمر. بدل 18 ونص هتبقى بكام؟ هتبقى ب 16 ونص زائد الملل زائد التركيب زائد التوصيل يعني العربيه كمان. كل ده هيبقى مجانا، وبمناسبه العيد هيكون في طقم مرتبه. هيكون في مرتبه هديه. طقم مرتبه ايه حضرتك؟ المره اللي فاتت قلت 16 جنيه الاوضه، كله بعت لي يقول لي عايز 5 6. احنا لا انا بقى انا عايزه من 16 دي اعمل لي بقى شويه، عايزه شويه لو سمحت. فدي برده هتبقى كده. والحاجات اهي تعالوا اوريكم الانتريهات. تعالوا ورينا الانتريهات. معاك كارت اهو، كارت الريتاج اهو. وادي الارقام التليفونيه، خدوها بقى سكرين شوت كده اهو. اهم حاجه اللي ورا الكارت، خصم 2000 جنيه من الريتاج بس لقناه مطبخ جيجي على قد ايدي. نسي كتبها. ها انتريهات اهي، دي برده اللي في العرض اهي، والسفره والنيش برده موجودين بس فوق بقى. بصراحه مش قادرين نطلع تاني، بس هتيجوا تشوفوه في الدور الثالث. بس تعالوا شوفوا على الطبيعه. ادي الحاجه اهي، شايفين التنجيد عامل ازاي؟ شايفين ده الانتري، ده اتنين كنبه واتنين كرسي بس الالوان مختلفه. تمام. الحاجات الجديده، الناس اللي بتحب الستايلات الجديده واللون اللي انت عايزاه عادي هيعمل لك اللون اللي انت عايزاه صح كده؟ تمام. تعالوا نشوف في انتريهات تاني برده. بيقول برضه حاجة جديدة اللي هو رجله عاملة زي القرطاس ده صح كده؟ خشبه برضه شكله حلو. متوفر منه جميع الألوان واللون اللي أنت عايزاه نقيه وهم يعملوهولك. ده كنزان في كشمير. اللي هو لونين ولونين.
تنجيده حلو، شكله تنجيده حلو. ده برضو خصم لو عايزاه لوحده، عليه خصم 2000 جنيه. يبقى بكام؟ هيبقى ب 6 ونص. بدل 8 ونص. تمام. وبرضو حضرتك صور لنا الاوضه دي كده. بصوا الاوضه دي يا جماعه لسه جايه بتوع حضرتك، حاجات لسه جديده. لان بصوا 2 درج جوه بعض. شغل عالي يعني. تمام. دي برضو جوه العرض. ها جوه العرض ب 34. وبره العرض عليها خصم 2000 جنيه من الريتيش. عليها الخصم 2000 جنيه من الريتيش. ودي برضو صالون. ده انتري صالون. انتري صالون ده بكام ده يا احمد؟ طالما فيه خشب كده، ده عامل 12 ونص. 12 ونص ده كله خشب. بس شكله انتري. ليه صالون؟ انتري صالون حاجه مودرن جديده. صالون مودرن، حتى الكرسي بتاع حضرتك مختلف. تمام. ده عامل كام بقى يا احمد؟ ده عامل 12000 وهنزل 2000 جنيه خصم. ده عامل ايه؟ هيبقى عامل ال 10. تمام. ده شكله برضو لو كل اللي بيجي لي كده كده يقول لي ده في العرض. لا يا جماعه، لا يا جماعه، ده ما احنا عشان كده صورناه. يبقى عارفين برضو. ده هو والصالونات بره اي عرض. تمام. والغرفه دي ده انتري. انتري لون تاني برضو. الرجول بتاعته قرطاس زي اللي بره، بس دوت لون تاني. تمام. اهو الرجول بتاعته هو القرطاس. ده حاجه جديده. مظبوط. تمام. ودي اوضه، دي ترابيزه سفره بس بالبوفيه. ده سفره كامله. بالبوفيه بتاعها. البوفيه بكل حاجه عامله 17000 جنيه. عامله 17000. دي سفره مودرن بتاعها اهو، كل ده زان. تمام. تمام. حاجات جديده بقى، مودرن جديده. حاجات مودرن اللي بيحبوا الحاجات الهاديه جدا. انما اللي في العرض ما فيهوش بوفيه، نيش وسفره. نيش وسفره بس. تمام، عشان برضو نبقى مأكدين كده على النيش، صح كده؟ تمام. ودي الانتريهات اهي، ودي الانتريهات اهي. اي لون؟ ودي دي برضو دي عشان مع اللي عايز اوضه الاطفال تبقى زيها كده، صح؟ نوم. نوم كبيره في الاثنين كوموديرو، ودي بابلي. تمام. دي اسمها اوضه بابلي. اثنين كوموديرو ودولاب، هو دي التسريحه اهيت. ودي برضو الغرفه دي كام دي يا احمد؟ تمام. وده السرير. بقول لك دي بكام الاوضه دي؟ بص لي كده حضرتك، ده بعد الخصم وبعد العروض وبعد كل حاجه عامله 18000. طب افتحها لهم كده. دي عامله كام؟ دي 18000 بعد الخصم وبعد كل حاجه. تمام. 18000. يعني هي ب 20 ونازله ال 2000. تمام. التوصيل بالمنى بالتركيب. تمام. اهي بتتفك اهي. تمام. اهي هتتحمل بقى العربيه، هوريها لكم بتتحمل دلوقتي. اهي بتتفك اهي. تمام.